عارفين برصيصة يا جماعة؟ عارفين قصة برصيصة؟ برصيصة العابد، برصيصة ده عابد من عباد بني إسرائيل، يعني حب العبادة لدرجة انه راح بنى صومة على جبل وطلع يعبد ربنا لوحده في الجبل، ولدرجة انه انعزل عن الناس تماما عشان مفيش اي حد يعطله عن عبادة الله. الشيطان هيجن عشان يضل برصيصة، مش عارف يعمل له ايه. يعني شيطان من الشياطين قال له سيبهولي، هتعمل له ايه؟ قال له سيبهولي، مالكش دعوة بيه، انا اتصرف معاه. الشيطان ده راح بنى صومعة جنب صومعة برصيصة ولبس لبس عابد بقى وقعد يعبد ربنا ليل نهار. برصيصة لو تعب الشيطان ده ما يتعبش، برصيصة لو جاله يعني فطر ولا جاله ملل وخرج بره الصومعة يلاقي الشيطان قاعد يعبد ربنا ليل نهار، لحد ما برصيصة اعتقد ان الشيطان ده ولي من اولياء الله. ففي يوم من الايام الشيطان بقى بعد ما حس ان الموضوع بقى استوى خلاص، قام قايم وقام رايح لبرصيصة قال له يا ولي الله، يا عبد الله، علمني مما علمك الله، علمني حاجة يا برصيصة. فبرصيصة قال له أنا اللي ولي الله، ده أنت اللي ولي الله، ده أنت اللي بتعبد عبادة أنا ما أعرفش عبودها، علمني أنت حاجة مما علمك الله. الشيطان قال له طيب أنا هعلمك اسم الله الأعظم اللي لو قرأته على أي حد مسه جن الجن يسيبه فورا، وأما علمه أي اسم كذب كذب فيه على برصيصة، ونازل الشيطان يكمل المهمة بتاعته. بدأ الشيطان يمس واحد من أهل القرية، يجيبوه لمين؟ يجيبوه لبرصيصة العابد. برصيصة أول ما يقرأ عليه الاسم اللي الشيطان علمه له، يوم الشيطان يعني منصرف عن هذا الرجل. فبقت خلاص الموضوع كل ما حد يمسه الشيطان يجيبوه لبرصيصة، لحد ما مرة الشيطان راح مس أجمل امرأة في هذه القرية، أجمل فتاة في هذه القرية، جابوها لبرصيصة. جه يقرأ عليها الاسم اللي الشيطان علمه له، الشيطان ما سابهاش، قال لها في إيه؟ يقرأ عليها الاسم والبنت بتصرع، قال لها في إيه؟ قام الشيطان قال له يا برصيصة دي شكلها حالة صعبة جدا، أنت سيبها عندك في الصومعة تعبد ربنا وتتوب على إيديك، ولما تتوب من ذنوبها لما تقرأ عليها الاسم الأعظم الشيطان هيسيبها ويمشي. أهلها وافقوا وقالوا ده برصيصة مفيش حد إيه؟ يعني مفيش حد يخاف إن برصيصة ممكن يعني إيه يؤذي حد من أولاده ولا حاجة، وسابوا الفتاة. كل شوية والفتاة مع برصيصة في الصومعة لوحدهم، كل شوية الشيطان يصرعها تتكشف، يصرعها تتكشف، لحد ما برصيصة نفسه فتن بيها ووقع في الزنا معها في حملة الفتاة. الشيطان جه قال له انت هتسيبها برصيصة؟ قال اعمل ايه؟ قال له انت لو سبتها انت ما انتش عارف اهل القرية يعملوا فيك ايه. قال له طب اعمل ايه؟ قال له اقتلها. اقتلها ازاي؟ ده انا عابد لله. قال له اقتلها وبعد كده توب، اقتلها وبعد كده ارجع لربنا، اقتلها وتكونوا من بعده قوما صالحين وارجع بعدها توب واعبد ربنا. قتلها ودفنها، ولما جه اهلها قال لهم بنتكم هربت، بنتكم الشيطان اللي مساها يعني هربت بقى وانا مش عارف راحت فين. الناس صدقوه، الشيطان راح لهم قال لهم بنتكم لا هربت ولا حاجه، اللي حصل كذا وكذا وبرصيصة قتلها ودفنها في المكان الفلاني. راح اهل القريه لقوا الكلام مظبوط، طلع اهل القريه كلهم على برصيصة عايزين يقتلوه، حصروا الصومعه بتاعته. برصيصة جوه الصومعه هيموت من الرعب. الشيطان قال له يا برصيصة كل الناس دي عايزه تقتلك. قال له طب اعمل ايه؟ قال له عايزني انجيك منهم. قال له اه. قال له اسجد لي يا برصيصة. قال له ايه؟ قال له اسجد لي. قال له اسجد لك ازاي؟ ده كفر، انت خليتنا ازني، خليتنا اقتل، انما اكفر لا. قال له اسجد لي والا هسيبهم يقتلوك. سجد له، سابه، دخلوا قتلوه. مات كافر والعياذ بالله، مات كافر. يعني واحد عاش على العبادة ويموت كافر يا اخوانا؟ طب سبب ايه؟ بسبب ايه؟ بسبب حاجات كتير قوي. اول حاجة انه هو ما احترمش انه انسان ضعيف. تلاقي شاب دلوقتي يقول لك مثلا ايه، يتكلم مثلا مع فتيات او يقف في الجامعة مثلا او في الشغل بتاعه يكلم من لم يحل لهم انهم يتكلم معه، ويقول لك لا لا انا عارف اصلا زي اختي. يا ابن اختك مين يا ابني؟ يا ابني هتضيع نفسك يا ابني، انت انسان ضعيف وخلق الانسان ضعيفة. تلاقي شاب يدخل على النت تقول له مثلا خد بالك من مواقع مش كويسة، يقول لك لا انا واخد بالي كويس، لحد ما يضيع والعياذ بالله. يا ابني خد بالك الانسان ضعيف، ما تعرضش نفسك لفتنة انت مش هتبقى قدها.